السلام عليكم يا شباب واهلا بيكم في فيديو جديد على قناة كارديو ماينز. والنهاردة هنتكلم عن another specific situation for cardiac pacing وهو pacing in congenital heart disease. اول سؤال بيجي في دماغنا ال issues pacemaker في حالات ال congenital heart disease. في فاكتورز كتيرة بتخلي decision for pacing صعب في حالات ال congenital heart disease، سواء بتكلم في اطفال او بتكلم في adult with grown up congenital heart disease. أول حاجة risk of thrombosis. معظم الحالات الساينوتيك congenital heart disease بيكون فيه hypercoagulable states بتزود the risk of thrombosis with endocardial wires أو transvenous wires، ده بيخليني أبقى cautious قبل ما decide for pacing. حاجة كمان إن في risk of paradoxical embolization في حالات right left shunt، سواء بتكلم في حالات VSD ASD وحصل reversal أو Eisenmenger syndrome أو حالات complex congenital heart disease وعندهم right left shunt، فبيزود الريسك of paradoxical embolization في وجود pacemaker. كمان الريسك of device infection بيكون higher نتيجة ان كتير من عيانين السينوتيك congenital heart disease per se بيكون عندهم immunocompromised states. symptom correlation مش دايما بيبقى سهل ان انا اقرره في حالات الاطفال اللي عندهم congenital heart disease وعندهم bradyarrhythmia، لان ممكن السيمتومز تكون attributed to congenital heart disease itself rather than bradyarrhythmia، فده بيبقى محتاج decision team. اخر حاجة ان طبعا الابيكارديال بيسنج بيكون هو المود اوف تشويس، وده بيحتاج جراحة سواء اوبن سيرجري او في الوقت الحديث بقى ممكن يكون مينيمال انفيزيف سيرجري، لان طبعا لو انا بتكلم في اطفال او بتكلم في ادلت ويز كونجنتال هارت ديزيز والبادي سيرفيس اريا بتاعته سمول، ساعتها ان انا اقدر اركب ترانسفينس بيس ميكر واعمل له بوكت ممكن يكون صعب، فبضطر الجأ للابيكارديال بيس ميكر. بالتالي لو سألنا نفسنا ايه المستشفيات اللي اقدر اعمل فيها بيس ميكر امبلانتيشن في حالات كونجنتال هارت ديزيز، طبعا لازم تكون في سنترز فيها مالتي ديسيبليناري تيم بيتكون من سبيشالست في الكونجنتال هارت ديزيز وسبيشالست في الديفايس ثيرابي واوبريتورز عندهم اكسبرتيز في الكونجنتال هارت ديزيز ريليتد ديفايس ثيرابي، لان الموضوع نوت ذات سمبل من اول الديسيجن مرورا بالاوبريتور اكسبيرينس. حاجه كمان ان الديسيجن ميكنج هنا از نوت ذات سمبل زي ما قلنا، بيعتمد على اكسبرت كونسنسس ومالتي ديسيبليناري تيم ديسيجن يقرر البيشنت هيحتاج بيرمننت بيسنج ولا جاست فولو اب اند كونزرفاتيف تريت. ولازم هنا يا جماعه نعمل individual evaluation for every patient as case by case، لان ما عنديش evidence قوي من randomized clinical trials تقدر تقول لي ان كان البيشنت ده straightforward كده هيحتاج pacemaker ولا لا. لازم individual evaluation للpatient، his congenital heart disease، his symptoms، function capacity، prognosis، اقدر عن طريقها اقرر يحتاج pacemaker ولا لا. نخلي بالنا ان الكلينيكال برزنتيشن للبراديارزميا بيبقى فاريبل جدا في حالات الكونجنتال هارت ديزيز، فروم بينج كومبليتلي اسيمتوماتيك ويبقى اكسيدنتلي ديسكفرت فولو اب تو سيفيرلي سيمتوماتيك لدرجه يكون افكتنج الفانكشن كاباسيتي بتاعه العيان وورسنينج هيز بروجنوزس. وعشان كده بيكون في دور مهم للبيريودك هولتر ريكوردينج في العيانين دول، بالذات البيشنت اللي انا عارف فروم ذير كونجنتال هارت ديزيز ستاتس ان هم زي ار ات ريسك اوف براديارزميا، لان ممكن العيان ما يشتكيليش وفاجئ في احد الزيارات ان هو عنده bradyarrhythmia، فالبيريودك هولتر ريكوردينج بيكون مهم بالذات لو his symptoms are paroxysmal او لو الابيسودز themselves are paroxysmal as a start. احد النقاط المهمه ان في الكونجنتال هارت ديزيز اللي بيكون فيها left to right shunt ممكن يحصل paradoxical embolization، يعني يحصل reversal للشنط، وبالتالي لو البيشنت ده عنده endovascular lead هيكون في ريسك ان لو حصل thrombosis على الليد يحصل paradoxical embolism يؤدي لsystemic thromboembolism، وبالتالي في معظم الحالات ديت الابيكارديال pacing بيكون favored to reduce the risk of paradoxical embolization. نبدأ نتكلم على each type of bradyarrhythmia in specific. بالنسبة للsinus node dysfunction مفيش evidence حتى الآن إنها بتزود المورتاليتي في حالات الcongenital heart disease، ولكن نخلي بالنا إن وجود sinus node dysfunction بيزود the risk of development of postoperative atrial flutter with 1-to-1 conduction. متخيلين يعني إيه flutter with 1-to-1؟ إحنا بنتكلم إن الاترال ريت في حالات الفلاتر بيكون 300 beat per minute في أغلب الحالات، فلو 1-to-1 conduction ventricular rate ممكن يوصل ل 300 beat per minute ويزود the risk of hemodynamic instability، لأن الـ extremely high rate كده بالتالي ممكن يكون potentially fatal في الحالات ديت. عشان كده sinus node dysfunction حتى لو ما فيش evidence إنها بتزود mortality ولكن it needs meticulous follow-up نتيجة الريسك of atrial tachyarrhythmias.
بالتالي لو سألنا نفسنا امتى نركب بيس ميكر في حالات الساينس نود ديسفانكشن في الكونجنتال هارت ديزيز، في حالات السيمتوماتيك كرونوتروبيك انكومبتنس او سيمتوماتيك بريديكارديا تاكيكارديا سيندروم، بروفايدد ان في بروف للسيمتوم اي سي جي كورليشن، يعني ان السيمتومز دي اتريبيوتد للبريدي اريزميا مش اتريبيوتد للكونجنتال هارت ديزيز اتسلف. وطبعا لازم اكسكلود الاول اذر ريفرسبل كوزز اوف ساينس نود ديسفانكشن. بالنسبه لنوع ديفايس هنا انا بتكلم ان المشكله في الاس اي نود مش في الاي في نود، فالاولويه ان انا اركب سنجل ليد اتريال بيست بيسنج لان البيشنت عنده بريزيرفد اف كوندكشن، وانا دايما بيكون التارجت بتاعي ان انا اقلل النمبر اوف ليدز از ماتش از اي كان في الكونجنتال هارت ديزيز بالذات في اليونج بيشنت. فهنا انا ممكن اكتفي برايت اتريال ليد without RV lead وكده بيبقى المود بتاعي AAI. بالنسبة للإتريال أنتي تاكيكارديا بيسنج أو إتريال ATP مفيش إفيدنس قوي حتى الآن إن في الكونجنتال هارت ديزيز الـ ATP ممكن يترمينيت الإنترن تاكيكاردياز، عشان كده مفيش ريكومنديشنز حتى الآن على إن إحنا لازم نستخدمه في الحالات دي. ننتقل لـ another famous bradyarrhythmia اللي هو الـ congenital AV block، وطبعا كتير مننا شافه في الـ clinical practice. طبعا لازم الأول نتكلم على أسبابه. أشهر سبب ليه هو الـ maternal autoimmune disease زي systemic lupus و Sjögren's syndrome، وطبعا sodium channelopathies أحد الأسباب اللي not uncommon إنها تبقى موجودة، وده في الأغلب يكون loss of function mutation يؤدي الـ congenital AV nodal disease without any structural heart disease في الطفل أو في الأم. وطبعا ما ننساش إن الـ meticulous echo في الحالة دي بيكون ضروري للطفل عشان exclude congenitally corrected TGA، exclude cardiac tumors زي الرابدوميوما، exclude LVH نتيجة storage disease زي الفابري والدانون disease اللي ممكن يؤدي congenital AV block، عشان اقدر اقول ساعتها ان هو congenital AV block without any structural heart disease في الطفل، واقدر عن طريقه اقول ال pacing recommendations. طبعا clinical presentation ال congenital AV block بيكون variable جدا، ممكن يكون completely asymptomatic نتيجة ال adequate sleep rhythm، ممكن يجي reduce exercise capacity، ممكن يجي syncopal attack وده ممكن يزود suspicion ان الطفل ده بيكون بيدخل في intermittent pauses، ممكن يؤدي ل congestive heart failure نتيجة ال ventricular dysfunction مع severe bradycardia، وللأسف ممكن يكون في risk of sudden cardiac death. في الأغلب بتكون bradycardia related ventricular arrhythmias اللي هي torsade de Pointe ممكن تحصل في الحالات دي، ولكن في أغلب الحالات الاسكيب rhythm بيكون adequate، وده اللي بيخلي إن كتير من الأطفال دول ما بيبقوش symptomatic، ولو symptoms موجودة بتكون بسيطة، بتخلي إن احنا ما بنفكرش في ال pacing in general في كل حالات ال congenital AV block. عشان كده recommendations واضحة لل congenital AV block، وهنلاقي إن نفس الجدول ده كان موجود في guidelines ال cardiac pacing في 2013 مع تغيير بسيط هنقوله في الآخر، إن ال patients اللي عندهم congenital complete أو high grade AV block ال pacing مش حاجة straightforward recommended في كل الحالات، لا بيكون recommended في وجود symptoms، أو لو طفل asymptomatic بس عنده pauses أكتر من 3 times the cycle length of the ventricular escape rhythm، عنده wide QRS escape rhythm، عنده prolonged QT فبالتالي risk of bradycardia dependent VT بيكون عالي، عنده complex ventricular ectopy يعني عنده high burden of BVCs أو بلاقي polymorphic BVCs تزود risk of torsade de Pointe، أو إن المين daytime heart rate عند الطفل ده أقل من 50 beat per minute. هناخد بالنا إن ال ventricular dysfunction كانت مذكورة في ال guidelines of cardiac pacing 2013، المرة دي هي ما اتقالتش لأن ال evidence عليها حتى الآن مش قوي، ولكن لو في ventricular dysfunction attributed لل hemodynamic compromise سببه ال bradycardia وما عنديش تفسير تاني ليه، ساعتها ال permanent pacemaker may be indicated. طب لو طفل عنده congenital complete أو high grade AV block ولكنه completely asymptomatic وما عندوش أي من risk factors ذكرناها سابقا، هنا الـ permanent pacemaker بيكون class 2B يعني الـ evidence ضعيف على أن الطفل ده محتاج يركب pacemaker، وده على عكس recommendations of pacing لحالات الـ degenerative AV block في الـ adults اللي شرحناها قبل كده، أن كان الـ pacing regardless symptoms بيكون indicated. ففي الـ congenital AV block بنكون محتاجين meticulous history taking، meticulous assessment لل ECG وحتى لل Holter ECG recording عشان أقرر الطفل ده يحتاج pacemaker ولا ممكن أفولو أب this patient. ننتقل لنوع تاني من الـ bradyarrhythmia هو الـ postoperative AV block after surgery for congenital heart disease. أول سؤال هسأله waiting for how long؟
في الأطفال أغلب حالات الـ early postoperative AP block بتresolve within 7 to 10 days. ده يخليني أستنى الوقت أطول على أمل إن يحصل spontaneous resolution عشان أقلل من الـ risk والـ complications of pacemaker في الأطفال، لأن في الأغلب ده هيضطر إن أنا أدخل الطفل ده جراحة حتى لو minimally invasive، ولكن epicardial pacemaker ويفضل عايش بيه طول عمره وممكن يكون هو بعد كده مش pacemaker dependent. فـ wait for longer time. ولكن في الـ adults with congenital heart disease هو نفس الـ waiting period اللي بستخدمه في حالات الـ postoperative AV block after cardiac surgery اللي هو at least 5 days لو ما حصلش spontaneous resolution بديسايد for permanent pacemaker. طب الـ prognosis في الحالات ديت بيكون ايه؟ للأسف حالات الـ postoperative complete AV block لو اتثابت من غير treatment بيكون poor prognosis وبيزود الـ risk of congestive heart failure أو risk of sudden cardiac death. وبالتالي أي حالة عنده persistent high grade or complete AV block after surgery of congenital heart disease في strong recommendation toward pacing، رغم أن ملهاش recommendations مكتوبة بشكل صريح، ولكن طبعا هي واخدة نفس recommendations بتاعت guidelines of AV block، لأن هنا أنا بتكلم في post-operative AV block مش just congenital AV block. طب لو post-operative bifascicular block ولكن with 1-to-1 AV conduction، أولا لازم نعرف أن prognosis في الحالات دي بيكون إيه. لو حصل complete AV block ولكنها كانت intermittent وحصل لها resolution، bifascicular AV block لو persistent بيكون associated with increased risk of late recurrent AV block or sudden cardiac death. والpatients اللي عندهم persistent bifascicular block لو عندهم transient AV block أو prolonged PR interval، حتى الآن مفيش evidence قوي على إن هم لازم يركبوا pacemaker. طب إيه الحل في الحالات اللي زي دي؟ أحد الحلول اللي نلجأ ليها هو الـ EP study. هقيس الـ HV interval زي ما قلنا قبل كده في محاضرة الـ conduction disturbance. ده ممكن يساعدني إن أنا أقول هل الـ risk في الـ patients دول عالي، وبالتالي ممكن أجستيفاي إن أنا أركب لهم permanent pacemaker لو الـ HV interval أكتر من 70 ملي seconds. ولكن ناخد بالنا إن لو الحالة دي هو مش just bifascicular block، لا ده كمان عند long PR interval اللي هو كان ساعات بياخد definition of trifascicular block، هنا الـ risk of extensive damage to conduction system very high، وبتوقع إن this patient will develop late AV block وممكن يكون في risk of sudden cardiac death. بالتالي هنا الـ pacemaker may be indicated حتى من غير ملجأ لـ EP study. عشان كده طلعوا لها guidelines و recommendations واضحة إن الـ patient اللي عندهم persistent postoperative bifascicular block associated with transient complete AV block، permanent pacemaker هنا بيكون class 2B، يعني ما حتى الآن ما فيش evidence قوي إن نتيجة الـ lack of randomized clinical trials على الحالات دي. ولكن لو اعتبرت إن الـ patient ده عنده other risk factors زي ما قلنا سواء بالـ EP study أو سواء prolonged PR interval، ساعتها يحق ليا ان case by case اقرر ان this patient will need permanent pacemaker. ننتقل لنوع تاني، وهنا انا هبدأ بكلامي على a specific type of congenital heart disease اللي هو congenitally corrected TGA او الاسم التاني ليه الـ LTGA، ولكن ده الاسم الادق طبعا. هنا بيكون فيه زي ventricular inversion بيخلي ان right ventricle بيدي الoutput للأورطة، بالتالي هنا الventricular pacing بيكون required لحالات الـ high degree or complete AV block طبعا، لأن هنا ما فيش reversible cause to be corrected. دي حاجة common association to see congenitally corrected TGA مع complete AV block، ولكن أخلي بالي إن هنا هconsider CRT rather than conventional RV pacing، لأن هنا مشكلة congenitally corrected TGA هي في systemic RV dysfunction. أنا بتكلم في right ventricle facing very high afterload of the systemic circulation، بالتالي الـ RV pacing will have extreme deleterious effect على systemic RV اللي هو هنا كأنه بيحل محل الـ LV، فهنا الـ pacing mode of choice هيكون CRT. آخر نوع هنتكلم عليه هو الـ asymptomatic bradycardia في حالات الـ congenital heart disease. الـ evidence of permanent pacing في الحالات دي حتى الآن ضعيف in absence of symptoms. تمام؟ هنا الـ guidelines قالت إن لو patient عنده complex congenital heart disease و asymptomatic bradycardia، حتى لو resting heart rate أقل من 40 in sinus bradycardia أو escape junction rhythm أو pauses أكتر من 3 ثواني، الـ evidence of permanent pacemaker بيكون ضعيف on an individual basis. وده برضو بيجرنا لنفس النقطة اللي قلناها في أول الفيديو إن الـ decision for pacing بيكون case by case، لأن حتى الآن مفيش strong evidence على الـ pacing في الـ congenital heart disease، فالموضوع هيعتمد على الـ clinical evaluation of this patient by multidisciplinary team. ولكن الـ evidence حتى الآن في الحالات دي هو class 2B.
في نهاية محاضرتنا النهاردة take home messages نقدر نطلع بيها ان الكاردياك بيسينج في حالات الكونجنيتال هارت ديزيز هو complex decision بيحتاج multi disciplinary team و estimation risk benefit ratio مش مجرد straightforward indication لمجرد وجود sinus node dysfunction او AV block. وحاجة كمان ان الكونجنيتال AV block is not as dangerous as it seemed to most clinician. البيسينج فيها بيكون indicated in a specific condition وده بيحتاج مني meticulous history taking و meticulous ECG assessment. شكرا جزيلا لكم على مشاهدتكم للفيديو دوت وهنلتقي بعد كده مع another specific situation for cardiac pacing.